عايز اقول لحضراتكم ان ما عنديش اي شك ان شاء الله ان كل اللاعبين هيموتوا نفسهم يوم السبت اللي جاي، ولكن هحكي قصه ممكن يكونوا كتير من حضراتكم سمعوها قبل كده كتير، لكن لا يوجد مستحيل، لا يوجد مستحيل. مباراه الصفاقسي، انا كنت صفاقسي 2006، انا كنت متواجد في المباراه الاولى وفي المباراه الثانيه اللي هي النهائي دوري الابطال الافريقي ما بين الاهلي والصفاقسي 2006 اللي انتهت بالتعادل في مصر 1-1، المباراه الثانيه كانت في تونس وانتهت بفوز النادي الاهلي على الصفاقسي 1-0 بهدف محمد ابو تريكه. المباراه الاولى 1-1 في ظل وجود 100,000 متفرج كانوا موجودين، ويمكن الصفاقسي ما عداش نص ملعبه الا في كره واحده دخلت جون، ارزاق هي، كان الوقت ده كده ربنا رايد ان هو ان احنا يخش فينا جون، ولكن كان هناك لاعبين عندهم ثقه في نفسهم وثقه في مدربهم، ومدربهم عنده ثقه في نفسه وثقه فيهم اللي هو جوزيه، ان احنا هنروح هناك ونكسب، لدرجه ان المدير الفني للنادي الاهلي مانويل جوزيه، انا بقول لحضراتكم انا شاهد على التاريخ، انا كنت واقف جنب مانويل جوزيه واتكلمت مع لاعيبتي في النادي الاهلي، يعني اتكلمت مع اللاعبين وقلت لهم ايه في هذا الوقت. مانويل جوزيه الاوض قدام بعض زي ما حضراتكم عارفين في استاد القاهره. مانويل جوزيه راح للصفاقسي اللي كانوا بيحتفلوا في اوضتهم، راح لهم ودخل عليهم وقال لهم انتوا بتحتفلوا هنا واحنا هنحتفل هناك. احنا وزق، وانتوا عارفين هو راجل بسم الله ما شاء الله طويل كده، فدخل زق وعمل وقف على الباب كده، انتوا بتحتفلوا هنا وانتوا لسه ما لعبتوش المباراه الثانيه، احنا كمان هنروح نحتفل هناك. انا كنت واقف دخلت للعيبه وقعدنا نتكلم ونعمل وبتاع، مستر مانويل دخل قال زي ما هم بيحتفلوا شوفوا هم بيحتفلوا ازاي، شوفوا لعيبه الصفاقسي بتحتفل ازاي، احنا كمان هنروح نحتفل هناك. وده اللي حصل، احتفلنا بهذه البطوله اللي كانت بدايه عهد جديد مع النادي الاهلي للبطولات الافريقيه. بعد كده الحمد لله والشكر لله ربنا كرمنا في كل حاجه، يمكن باستثناء 2007 والحكم عبد الرحيم العرجون اللي يعني اهدى المباراه للطرف الثاني، في اهدى البطوله للطرف الثاني النجم الساحلي. انا بحكي لحضراتكم وانا متحمس، ليه؟ لانه انا متخيل لعيبه النادي الاهلي، كلمت مع لعيبه النادي الاهلي وشفتهم عاملين ازاي. هو ده اللي احنا عايزينه. رحنا في الصفاقسي هناك من اول يوم، وانت نازل الغدا وانت طالع وانت نازل التمرين وانت طالع من التمرين، الناس اللي كانوا موجودين معانا كلهم البعثه الاعلاميه والله لم يؤمن، انا بقول لحضراتكم يعني حاجه انا كنت بشوفها، لم يؤمن بلعيبه النادي الاهلي في ذلك الوقت وجهازهم الفني وان احنا نستطيع ان احنا نفوز من هناك الا عدد قليل جدا في الصحافه والاعلام في ذلك الوقت وجمهور الاهلي.